أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أرحب فيكم وحييكم. أولا أعتذر عن التأخير، صار ضيعت الطريق، رحت شارع يودي ألبه. أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور فؤاد إكسيل والأخ حسن على إعطائي شرف أن أكون معاكم الليلة وألتقي إياكم. إن شاء الله يكون وقت ممتع نتبادل فيه الحديث والنقاشات والحوارات إن شاء الله. اسمي فاضل عباس خليفة العسقول، بكريوس تربية 1996، درست مواد تكميلية في علم النفس ودخلت ماجستير علم النفس الإرشادي، دكتوراه علم النفس الماجستير 2005 جامعة البحرين، والدكتوراه 2009 جامعة القاهرة، دكتوراه علم النفس الإرشادي بعد. أشتغل مدرس في وزارة التربية والتعليم، والفترة المسائية أدرس بارت تايم في الجامعة إحدى الجامعات الخاصة، وعندي مكتب استشارات نفسية وأسرية وأقدم ورش ومحاضرات تدريبية. يسعدني الليلة اللقاء فيكم، وأتمنى راح بكون تقريبا ربع ساعة إلى نص ساعة راح أعرض عليكم بعض المعلومات. في الأخير راح نعطيكم فرصة لطرح الأسئلة والنقاشات، فأي واحد عنده أي سؤال يسجله في ورقة أو يسجله في تليفونه عشان لا ينسى عشان يطرحه بعد. كيفية اختيار تخصص الجامعة. محاور الورشة حقائق واحد وحقائق مهمة حول اختيار التخصص الجامعي. ما هي خطوات اختيار التخصص الجامعي؟ ثلاثة، خطر التقليد في اختيار التخصص الجامعي. وسائل فعالة لاختيار التخصص الجامعي. خمسة، كيف أختار الجامعة المناسبة؟ يعني أنا اجتهد في اختيار هذه المحاور، إن شاء الله تكون تغطي معظم النقاط أو التساؤلات الموجودة عندكم، وأي سؤال ممكن تطرحونه حتى لو ما تم تعرض إليه أو مناقشة. النقطة الأولى، حقائق مهمة حول اختيار التخصص الجامعي. هناك نسبة كبيرة من الطلاب يصلون إلى لحظة اختيار التخصص وهم لم يقرروا بعد، يعني يوصل إلى دخول الجامعة ولحد الآن ما اختار التخصص اللي هو يتمنى أو يختاره. اثنين، نسبة كبيرة من الطلاب يغيرون تخصصهم الجامعي لمرة واحدة على الأقل. كثير منهم يغيرون تخصصهم، يعني مريت بطلاب كثيرين، وكثير منهم ينتقلون من الجامعات الحكومية أو جامعات البحرين إلى الجامعات الخاصة بسبب سوء الاختيار أو يعني فرض عليه اختيار تخصص معين. ثلاثة، ما تراه الأسرة تخصصاً للابن لا يعني بالضرورة أن يكون مناسباً لميول ورغبات ومهارات وقدرات الابن. أحياناً بعض الأسر تقرر نيابة عن الشاب أو الفتاة، فهذا غير صحيح، اختيار غير أحياناً كثيرة يكون غير مناسب. قرار اختيار التخصص الجامعي هو قرار يخص الطالب ويجب أن يتحمله كاملاً ولا مانع من استشارة الآخرين. قرار اختيار التخصص قرارك أنت لا أحد غيره، لا تعتمد على صديقك ولا أخيك ولا والدك، إنما أنت المسؤول عن اختيار هذا التخصص، لأنك تعرف ميولك وتعرف قدراتك أكثر من غيرك. لا يوجد تخصص أفضل من تخصص، والاختلاف بين التخصصات يكمن في أن بعضها لها مسار وظيفي واضح بعد التخرج من الجامعة، وبعضها كثير من الخريجين يعملون في تخصصات أخرى. مثال، يعني خريجين الطب كانوا يضرب فيهم المثل بسرعة التوظيف، الآن صاروا يعملون في كل شيء. أعرف شخصيا أشخاص يعملون في مجال التأمين، وآخرين يعملون في مجال التسويق، في مجالات كثيرة.
حقائق مهمة حول اختيار التخصص. تحديد المهنة المناسبة هي رحلة طويلة، يعني أحياناً أنت تختار تخصص معين وبعد ذلك تغير تخصصك. أنا كنت تربية في البكالوريوس، في الماجستير تحولت إلى الإرشاد النفسي لعلم النفس، وواصلت على ذلك في الدكتوراه. لي صديق لديه بكالوريوس هندسة مدنية، في الماجستير أخذ هندسة إدارية، إدارة الهندسة، فتحول من مهندس ميداني إلى مدير أو إداري في مجال الهندسة، وآخرون كثر. يستطيع الإنسان أن يغير تخصصه بعد البكالوريوس في الماجستير. لي صديق لديه بكالوريوس خدمة اجتماعية في الماجستير والدكتوراه في العلاقات والإعلام، العلاقات العامة والإعلام. فهذه البكالوريوس هو بداية تحديد التخصص وليس والنهاية. العلوم الإنسانية النفسية والاجتماعية والإدارية والتربوية لها فرص متساوية في العمل والشهرة وكسب المال مثل باقي العلوم. لا نستمع لمن يقول الطب أو الهندسة أو غيرها، كل هذه الأمور تعتمد على جدك واجتهادك. اختيار تخصص ما لا يعني قطع الصلة بباقي التخصصات. طبيب، أنا أعرف طبيب شاعر، وأعرف طبيب يعمل في مجال العقارات، بيع وشراء العقارات، أعرف مهندس إداري، محامي رياضي. يعني ليس من التخصص الذي تختاره لا يقطع صلتك بهوايتك وميولك. أحياناً تستطيع ممارسة تخصصك وتبقى على هواياتك وميولك. التخصصات كلها يكمل بعضها بعضاً. ما ممكن كل الناس تكون أطباء أو مهندسين أو مدرسين. جميع التخصصات تكمل بعضها. المهندس يكمل عمل الطبيب، والمعلم يكمل عمل الموظف والمحاسب. كل المجتمع يتكامل بعضه ببعض، كل يقدم الخدمة للآخر، حتى الخباز، حتى الميكانيك، حتى بائع السمك، حتى صياد السمك. كل هذه المهم محترمة وتكمل وتخدم المجتمع ولا غنى لنا عنها. فلا تنظر أي نظرة ازدراء. أعرف أحد الأصدقاء صياد سمك، يعني ما شاء الله مليونير، مليونير يعني مدخول الشهري بالآلاف الدنانير، لأنه أحب هذه المهنة وأبدع فيها. صار من كبار تجار الأسماك في البحر، يعني لدرجة أنه يصدر الأسماك إلى دول خارج البحرين. يعني سمعتوه هذه المعلومة، البحرين تصدر الأسماك إلى الصين. ما نشتريه هنا بثلاثة دنانير ودينارين يباع هناك بعشرة دنانير. أي معلومة ما حد يمكن سمعها. يعني بعض الأسماك التي لا تجد رواجا لدينا هنا تباع بأسعار خيالية في تلك الدول. هاي يعني شخص أعرفه وتجربة ناجحة. فالقصد جميع المهن هي ممكن أن ينجح فيها الإنسان وجميعها محترمة ومحل تقدير. اختيارك الجامعي يعتمد كثيرا، له علاقة بالمعدل الثانوية العامة. فركز على دراستك أكثر، لأن هي من هي التي تعينك على اختيار التخصص، وأنت غير مجبر على تخصص بعينه. خطوات اختيار تخصص الجامعي هي مهمة. هذه النقاط عدة نقاط مهمة. أولا الميول الشخصية، ماذا ما هي ميولك، ماذا ترتاح إليه، ماذا يجذبك. اختبر نفسك من فترة لأخرى واسأل نفسك بالسؤال التالي: ما هو العمل الذي أجد المتعة في إنجازه؟ ما هي المتعة أفرح وأستمتع في إنجاز أي نوع من الأعمال؟ هل التسويق؟ هل الرسم؟ هل خدمة الناس؟ هل العلاج؟ فكر ما هي نوع الخدمات التي أستطيع.
تجذبني وأستمتع بها، وما هي الوظائف التي أعتقد أنها تناسبني إن التحقت بها مستقبلا؟ يعني فكر، بنتي في أول ثانوي المتفوقات، البارحة أسألها أقول لها شرايش شنو بتروحين؟ تروحين ممرضة؟ قالت لا ما أبغي ممرضة. تروحين دكتورة؟ ما أبغي دكتورة. فدخلت وياها في نقاش، فهمت إن هي تحب الرياضيات، تحب ما تبغي تحفظ، فقلت لها أفضل إليش روحي هندسة، يعني يناسبش ويناسب طموحش. أبداً لا تقارن نفسك بالآخرين، يعني أخوك مهندس أنت يجب أن تكون مهندس، غير صحيح. أخوك أنت مدرس أو أبيك مدرس، هل يجب أن تكون أنت مدرس أيضاً؟ أبداً. شخصية الأب تختلف عن شخصية الأب، ميوله قدراته، فكذلك الأخوين وكذلك الصديقين. فلا تقارن نفسك أبداً بأي شخص آخر. أتذكر لي أخت ممرضة كان يعرض في التلفزيون من سنوات طوال، يعني برنامج عن التشريح، وأنا كنت أخاف، يعني أخاف أن أنظر إلى هذه اللقطات التي فيها تشريح ودم، وهي يعني شيء عادي. فهي أصبحت ممرضة وأنا أصبحت مدرسة، فطبيعتها قدراتها ميولها تختلف عن ميولي. كل إنسان لديه إمكانياته الخاصة به، ولا يمكن أن يكون نسخة كربونية من الآخرين، يعني نسخة طبق الأخص المقصود. اتبع ميولك وأهدافك، إن اختيار التخصص الذي يتناسب مع ميولك وشغفك مهم جدا. فإذا كنت حقا لا تحب ما تدرسه، فمن الممكن أن لا تحقق النجاح والتميز فيما بعد. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون لديك دوافع خاصة لإكمال دراستك، لذا من الضروري أن تكون مهتما فعليا بما تدرسه. من الطرق التي قد تساعدك على تحديد ميولك اختبار أنماط الشخصية، تحديد ميول الطالب. توجد بعض الاختبارات في الإنترنت، اختبار ميول الشخصية، اختبار التخصص الجامعي، عدة اختبارات ستجدونها قد تساعدك، تعطيكم مؤشرات، ولكن الإنسان على نفسه بصيرة. يجب على الطالب أن يسأل نفسه ما يريد، ماذا يريد أن يصبح ويكون بعد 10 سنوات مثلا. يفضل كتابة 3 تخصصات مرتبة حسب أهميتها بالنسبة له، ويجب الانتباه إلى أنه عند اختيار رغباته أن تكون مبنية بعيدة عن رغبات الوالدين أو تماشيا مع الأصدقاء، كما يجب تجنب نظرة المجتمع للتخصص. لا تقل أن المجتمع يفضل وظيفة المهندس أو الطبيب وينظر نظرة غير جيدة للمعلم أو الموظف البنك أو غيره. أنت ما هي ميولك؟ ما هي قدراتك؟ هنا ستبدع. أولاً، فرص إكمالك للدراسة البكالوريوس كبيرة جداً، فرص تفوقك ستكون أكبر، فرص مواصلتك للماجستير والدكتوراه ستكون أكبر وأكبر. بينما إذا اخترت تخصصاً لا يناسب ميولك ولا قدراتك، احتمال كبير أنك من السنة الأولى تغير تخصصك أو تغير الجامعة بأكملها، فقد لا تجد فرصة تغيير تخصص في نفس الجامعة. وإن أكملت البكالوريوس قد لا تكمل الماجستير، أو إن توظفت في نفس الوظيفة. أعرف أحد المدرسين كان يحب العلوم والفيزياء ولكنه لا يحب التدريس، تخرج مدرس علوم وتوظف مدرسا، يعني لسنوات طويلة يرفض التدريس، يعمل كل عمله في الوظائف الإدارية، حتى أنه بعد سنوات لما لم تتح له فرصة الوظائف الإدارية تقدم باستقالته من التدريس. فهو ليس ميوله ميول تدريس، التواصل مع الطلاب، التواصل مع أولياء الأمور، هي تحتاج صفات معينة، تحتاج إلى قدرات معينة. ليس كل إنسان يستطيع أن يتحمل التواصل مع الآخرين. بعض الناس، بعض الأشخاص يفضل التواصل مع الآلات، مع الأجهزة، مع الحاسوب،
لا يفضل التواصل مع الآخرين. يعني صنف نفسك من أي ناس أنت، ما هي ميولك، ما هي استعداداتك، ما هي قدراتك. اثنين، ثانيا القدرة، ما هي قدراتك التي تمتلكها، ما المهارات التي لدي وتميزني عن الآخرين، ما هي نقاط الضعف لدي، ما الأشياء التي أتمنى أتعلمها، هل لدي قدرات في الرياضيات، هل لدي قدرات في الفيزياء، هل لدي قدرات في الإنجليزي اللغات واللغة العربية، هل لدي قدرات في العلوم الإنسانية علم النفس وغيرها، هل لدي قدرات في إقناع الآخرين والتواصل مع الآخرين. إذا كانت لدي قدرة التواصل والإقناع، فمجال العلوم الإنسانية، مجال التدريس، مجال التسويق لأحد من أحد الأشخاص أعرفه لديه قدرات كبيرة في التسويق والتواصل مع الآخرين، درس بكالوريوس التسويق والآن يشغل منصبا كبيرا في أحد الشركات الكبيرة. اختار ما يناسب قدراته فأبدع. كثيرين من المعلمين تجد معلما متميزا ومعلما غير متميز، قدرات هذا الشخص تختلف عن قدرات الآخر، طبيبا متميزا طبيبا غير متميزا، يترجع إلى عدة أمور ومن ضمنها القدرات التي يمتلكها الشخص. اسأل نفسك، ما الأعمال التي أبدع فيها حين أكلف، كالنشاطات اللاصفية في المدارس أو أنشطة الاجتماعية أو الأعمال التطوعية أو الأعمال التي اشتغلت بها في إجازة الصيف. فكر بقدراتك، يجب أيضا مراعاة ما تمتلكه من قدرات عند التفكير باختيار تخصصك. إن كنت من محبي مادة الأحياء ولا تستطيع الحفظ والتذكر، فميولك إلى الأحياء وقدراتك لا يوجد لديك قدرة على الحفظ والتذكر، فبالتأكيد عند التحاق بالأحياء أو دراسة العلوم الأحياء ستكون اختيار غير موفق، سيكون اختيار غير موفق. القدرة لكل طالب تختلف عن غيره، لذلك يجب على الطالب معرفة قدراته وإمكانياته المتاحة لاختيار التخصص الجامعي الصحيح، كما أن القرار المتعلق باختيار التخصص الجامعي لا يجب أن يقف على الميول الشخصية. نقلنا أولاً الميول، اثنين القدرات، فكلاهما مكمل للآخر وكلاهما مهم، حيث أنه يمكن إشباع الميول الشخصية وتحقيقها من خلال ممارسات ممارسة الهوايات. يعني لو اخترت تخصص أميل له وقدراتي لا تؤهل لذلك، لن أستطيع مواصلة الدراسة. فهنا يعني مفارقة أو مقارنة بين القدرة وبين الميول. القدرة تأتي أولا لأنها تستطيع من خلالها النجاح والمواصلة، وتستطيع ممارسة هواياتك الأخرى خارج عملك. ثالثا فرص سوق العمل. يعني أنا كنت أقترح أن يكون معنا أحد الاقتصاديين يمكن يعطينا تحليلات وأرقام في مجال تخصصه. فكر بفرص العمل في مستقبل بعد التخرج، هل يوجد فرصة للعمل كمدرس، كطبيب، كمهندس، كمسوق، كإعلامي، كمحامي؟ هل توجد فرص من خلال عدة أمور، من خلال النت، من خلال سؤال ذوي هذا التخصص، الإعلانات العمل الموجودة، هل سأعثر على وظيفة، ما مدى صعوبة ذلك، هل سيتوجب علي انتظار طويلا أو العمل بمجال آخر لإيجاد فرصة عمل في نفس المجال الذي تخصصت به، هل سيتعين البحث عن الواسطات، الواسطة أي واقع هنا وهناك، أو الانتقال إلى مدينة أو دولة أخرى. أعرف بعض الأطباء انتقلوا إلى دول أخرى للعمل فيها، أعرف طبيب ذهب للعمل في تركيا، وأعرف طبيب ذهب للعمل في ألمانيا. فلابد أن نفكر مستقبلا، هل توجد فرص عمل؟
يعني ميولك قدراتك فرص العمل. قدراتك قد تكون في أكثر من تخصص وليست في تخصص واحد. الرياضيات لا تعني فقط الرياضيات، يعني الهندسة والحاسوب وغيرها. الحفظ يعني أمور كثيرة، فلا بد أن نبحث عن فرص العمل. نبحث عن فرص المهن التي يوجد فيها نقص في بلدك. ما هي المهن التي يوجد بها نقص؟ يعني إذا أتكلم مع العاطلين أو أرقام العاطلين، أجد بالنسبة للبحرين كثير من التخصصات يوجد فيها عاطلين. أتكلم مع بعض أصحاب الشركات أو الاقتصاديين، يخبروني أن هناك نقص وحاجة لكثير من التخصصات. لا أدري أين الخلل، في وزارة العمل أم في الباحثين عن العمل؟ هناك حلقة مفقودة، ولكن ما أراه وما أعتقده أن فرص العمل في دولة مثل البحرين كبيرة ومتجددة. هذا المعلم يتقاعد، يتم توظيف معلم آخر. هذا المهندس يستقيل، يتم توظيف مهندس آخر. يتوفى، يترقى، فالدورة الحياة مستمرة لا تتوقف. ثانيا، هناك قوانين قد تكون غير فعالة الآن، انظروا إلى المستقبل. في المستقبل قد تتغير هذه القوانين، عليك الآن أن تدرس ولا تفكر يعني بتفكير سوداوي أو تشاؤمي. عليك أن تدرس. الله سبحانه وتعالى يقول، أو الرسول، عقلها وتوكل على الله. عقلها يعني فكر بعقل، بعدين توكل على الله. شيء افحص ميولك، قدراتك، فرص سوق العمل، وتوكل على الله. بعد تخرجك ستغير أمور كثيرة. شخصيا أعرف مهندسين مباشرة منذ تخرجهم توظفوا مباشرة في أكبر الشركات في البحرين. فتحاول أن تتخرج بمعدل كبير، لأن الشركات تقوم بتقديم اختبارات توظيف، اختبارات ذكاء، مقابلات. حتى الشركات تريد المتميزين، لا تريد أي طالب أنهى البكالوريوس بأقل الدرجات. فأي تخصص تختاره ليكن هدفك التفوق والتميز، لكي تكون أفضل من الآخرين وتكون فرص توظيفك أفضل من الآخرين. كثير من الصناعات، قبل أيام قرأت تقرير عن السعودية، توفير أو استثمار في مجال صناعة السيارات، استثمار في صناعة الألمنيوم، استثمار في صناعة الحديد والصلب، استثمارات كبيرة، دخول المجال الصناعي بقوة. هذا المجال الصناعي يحتاج إلى مهندسين، فنيين، يعني إلى آخر. فأعتقد المجال الصناعي والمجال التجاري أسرع نمواً وتطوراً من مجال الخدمي الحكومي. ودائما أنا وجهة نظري أقول أن الإنسان يدرس تخصصا ممكن أن يعمل به في كل مكان. أعمل به في الحكومة، أعمل به في القطاع الخاص، أعمل به عن طريق مشروعي الخاص. لا نبحث عن تخصص لا أعمل به إلا في مجال ومكان معين. نسمي ليسن دولي. ليسن دولي يعني تقدر تمشي السيارة في أي دولة في العالم. مثلا هذا الطبيب لم يعمل في البحرين، عمل خارج البلد. هذا المهندس، هذا المحاسب، هذا المحامي، معظم الوظائف لها نفس المميزات لو تمعنا وكنا عادلين، ولكن يعتمد على مدى إبداع وتفوق الطالب، لأن المجتمع أو العالم يبحث عن المتميزين. يوجد مهندسين كثر، يوجد معلمين كثر، ولكن كل مؤسسة تريد الأفضل لها. خطوات اختيار التخصص الجامعي. رابعا، جمع المعلومات حول التخصص. تجربة ابني، ولدي يدرس في جامعة البحرين هندسة، مريت وياه في نفس التجربة هذه العام الماضي، فكنت حذرا معه. كنت أطلب من ابحث في موقع جامعة البحرين، ابحث في مواقع الجامعات،
ابحث عن التخصصات، كل تخصص ابحث عن طبيعة التخصص. الهندسة الميكانيكية، ما هي الهندسة الميكانيكية؟ ما هي وصلت معه لدرجة أن يبحث عن مقررات كل برنامج بكالوريوس، بكالوريوس الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، المقررات أو خطة البرنامج البكالوريوس. فأنا مجرد موجه لكم ومرشد، ولست أعطيكم أي معلومة جاهزة. عليكم أن تبحثوا في مواقع الإنترنت، أن تذهبوا لزيارة الجامعات الموجودة في البحرين، أولهم وأفضلهم جامعة البحرين، الجامعة الوطنية، وممكن الجامعات الأخرى، ولكن تحتاج رسوم دراسية أكبر وتحتوي أو لديها تخصصات أقل بكثير من جامعة البحرين. ابحثوا عن فرص الدراسة خارج البحرين، من لديه إمكانية الدراسة خارج البحرين يبحث عن تخصصات لا توجد في البحرين. حاول أن تدرس أشياء لا تتوفر في البحرين، وليكن هدفك التفوق والتميز. ابحث، اقرأ معلومات، ابحث في اليوتيوب، اسأل. من ضمن رحلتي مع ابني العام الماضي أخذته إلى أحد المهندسين، مقابلة مع اثنين من المهندسين، بالخصوص في شهر رمضان المبارك، الزيارات والمجالس، خليته يقابل عدد من المهندسين. هو بنفسه ذهب سأل بعض الطلبة الذين يدرسون هندسة، فهو من اختار. أنا مجرد يعني أوجهه أرشده، وكذلك أنتم مثل ابني أوجهكم أرشدكم، أنتم من تبحثون، أنتم من تسألون، من تطلعون لكي تصل بقناعة كاملة، لأن هذه هو مستقبلك، هذه دراسته التي سوف تتميز فيها أو قد تتعثر فيها. القرار قرارك، ولا تقارن نفسك بالآخرين، قلناها مساعة ونريد نكررها. خطر التقليد في اختيار التخصص، ميولك وقدراتك قد تختلف عن الآخرين، وليس شرطا أن تختار ما يختاره صديقك أو أخيك، ما يناسب غيرك قد لا يناسبك، وأنت أخبر بذاتك وشخصيتك وميولك وقدراتك من والديك أو الآخرين، فاختر ما يناسبك ولا تجامل أحد، والمناقشة والحوار الهادئ هي أفضل الطرق لإقناع الوالدين. مناقشة والحوار الهادئ هي أفضل الطرق لإقناع الوالدين. أنت صاحب قرارك، لا تقلد أحدا، لا تجامل، انظر لجميع التخصصات نظرة احترام. جميع التخصصات قد تكون فيها عاطلة، وقد تجد فرص أخرى. اختر التخصص الذي يتطابق مع المادة الدراسية المحببة لك في المدرسة وبالشروط التالية: لا يكون حبك للمادة بسبب سهولتها من ناحية الحب أو الحصول على درجات عالية في الاختبارات. لا تح يعني مثلا الإخوان يقول أنا بدرس مادة كذا لأنها أسهل من مادة أو تخصص كذا، ما نجيب أسماء ترى من التخصصات، يعني ذهب لدراسة تخصص معين لأنه أسهل من التخصصات الأخرى، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يسهر، لا يريد أن يجد ويجتهد. هذا غير صحيح، هذا اختيار غير صحيح. ألا يكون سبب حبك لها هو حبك لمدرس المادة، أنت أحببت هذه المادة بسبب حبك لأستاذ محمد، أستاذ حسين، أستاذ فؤاد، ولكن لا يكفي حبك لمعلم المادة. قدراتك، ميولك الحقيقية هي من تحكم اختيارك هذه المادة. ألا يكون حبك لها هذه المادة هو كرهك أو هربك من باقي المواد الدراسية. مثلا من يكره الحفظ يذهب إلى الرياضيات والفيزياء، من يكره الفيزياء والكيمياء يذهب إلى اللغة العربية الأدبي، ما يكره الأدبي يذهب إلى الصناعي. لا يكون اختيارك لشيء هو هروبك من شيء آخر. أنا أكره الحفظ فلأذهب إلى في رياضيات وفيزياء، أكره المواد العلمية أذهب لاختيار المواد الأدبية. هذا ليس، هذه ليست طريقة صحيحة لاختيار المادة أو اختبار أنفسنا.
الصحيح أن يكون حبك لها متوافقاً مع طبيعتك وميولك الشخصية، فليس من الجيد أن يختار طالباً أن يكون مدرساً لمادة الرياضيات لأنه لا يحب هذه المادة وليس لديه القدرة على الشرح وتوصيل معلومة الآخرين. أنا أحب الرياضيات. أتذكر كان لنا زميل متفوق في الجامعة في الرياضيات في الثانوي في الرياضيات، وتوقعنا أن يكون مدرساً للرياضيات ولم يذهب لدراسة الرياضيات، ذهب لدراسة الهندسة. سألته لماذا لم تختار الرياضيات؟ قال أنا لا أتدرس ولا أستطيع تحمل الطلاب، فكيف أختار الرياضيات؟ فذهب إلى مجال الهندسة، والهندسة ليست بعيدة عن الرياضيات. فما أقصده يجب أن تكون دقيقاً في اختيارك للمادة أو التخصص بناء على عدة أمور، أهمها الميول، ثانياً القدرة، ثالثاً سوق العمل. تعرف على التخصصات المتاحة في الجامعات قبل اختيارك للتخصص بعينه. لا تختار قبل أن تطلع، ابحث، اذهب إلى موقع جامعة البحرين والجامعات الأخرى وتعرف على التخصصات واسأل عنها، بعد ذلك اختر. لا يكون اختيارك لتخصص معين قبل التعرف على قائمة التخصصات والبرامج الموجودة في الكليات والجامعات الموجودة في المنطقة أو البحرين. حدد لك بدائل لما تذهب أو تروح لجامعة البحرين أو أي جامعة أخرى، سيطلب منك تسجيل 11 رغبة. أستاذ دكتور 11 رغبة بالترتيب التنازلي، فترتيبك لهذه المواد سيكون تنازليا تبعا للأفضلية. أختار رقم 1 كذا، ورقم 2 كذا، ورقم 3 كذا، حتى أقل رغبة رقم 11. فليكن اختيارك منذ الآن بصورة واعية، بصورة مدروسة، وليس عندما تذهب إلى الجامعة لتملأ استمارة التسجيل. استفد من خلال المرشد الأكاديمي في المدرسة، من خلال الزملاء الذين سبقوكم، الأهل، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. لا تتأثر بكلام الآخرين عن تخصص بعينه سلباً أو إيجاباً، فقد يفشلون أو ينجحون فيه نظراً لميولهم التي قد تختلف عنك تماماً. كما تكلمت سابقاً، أعرف أطباء ليسوا ناجحين، وأعرف معلمين ليسوا ناجحين، وأعرف جميع المهن، وأعرف آخرون ناجحون في كل أيضاً. فالذي نجح والذي لم ينجح، نرجع إلى أسس اختياره. هل اختار ما يميل له حقا؟ هل اختار التخصص الذي لديه قدرات؟ هل كان مجدا ومجتهدا؟ فهذه الأمور قد تختلف من شخص إلى آخر. يعني لو أنا اخترت هندسة، أعرف بعض الطلاب كانوا يرفضون بعض التخصصات. لماذا؟ يقولون أنه هذا التخصص صعب، ويضربون أمثلة، فلان خرج من هذا التخصص بسبب صعوبته، وفلان لم يكمل بسبب صعوبته. يذكرون لك بعض الأمثلة السلبية ولا يذكرون الطلاب الناجحون الذين أنهوا دراستهم. فكر في المهنة وليس في التخصص. هني الطريقة العكسية، أنت حين تأخذ تخصص عشان توصل إلى المهنة. هنا أقترح عليك أن تفكر في المهنة، في الوظيفة. عندما كنا في سنكم، في عمركم، في دائما في الإجازة الصيفية نبحث عن عمل، عن وظيفة. عملنا في شركات، عملنا في مؤسسات. الإجازة الصيفية كنا نعمل فيها وتعرفنا على بعض المهن، على بعض الوظائف. أصبحت لدينا فرص التواصل المباشر مع بعض المهن. فأقترح عليكم حتى لو كنتم في السنة الأخيرة، اعملوا في الإجازة الصيفية، تعرفوا، قدم أوراقك، ابحث. مجرد عمل مؤقت ستجد، يعني إن شاء الله ستجدون بعض الفرص. ماذا أريد أن أكون؟ وما هي المهنة التي يمكن أن أقضي فيها حياتي؟ ما هو نمط الحياة الذي يناسبني؟ وما هي أقرب المهن التي تحقق ذلك؟
هل هذه المهنة تتفق مع مهاراتي وميولي وهواياتي؟ وبناء على إجابتك هل على هذه الأسئلة ابدأ البحث عن التخصصات الجامعية التي تقودك إلى هذه المهنة. هل لديك استعداد للعمل بنظام النوبات صباحا ومساء؟ هل لديك استعداد لعمل بنظام نوبة النهار وآخر ليل وأول ليل، شفتات احنا نسميها شفت؟ هل لديك استعداد للعمل والتواصل المباشر مع الناس في بنك، في مدرسة، في مستشفى؟ هل لديك تفضل التعامل مع الآلات، مع الأجهزة، مع الأرقام؟ بناء على هذه الأسئلة ستجد انزل إلى أرض الواقع. لا تكتفي بانطباعك أو انطباعات من حولك عن التخصص. تحدث إلى الخريجين الجدد في المهنة أو التخصص الذي تميل إليه، واحرص على سؤال الأوائل والمتأخرين منهم. لا تسأل فقط المتفوقين، بل اسأل أيضا المتعثرين، فقد تستفيد من الاثنين. اسأل مجرب ولا تسأل طبيب، لكن لا تسأل مجرب فقط يعني المتعثر والمتأخر، اسأل أيضا المتفوق لكي تكون الإجابة متوازنة. حاول أن تتحدث مع أصحاب هذه المهن الذي مارسوها بصورة عملية. درجة القناعة والاستمتاع بالعمل، أهم المشاكل والمعوقات، التوقعات المستقبلية للمهنة، نصائح للشخص المبتدئ في المهنة. بالنسبة لي في تجربتي مع ابني ولدي، سألنا من ضمن الأسئلة بعد 4 سنوات من دراسة ابني لهذا التخصص الذي أنت تعمل فيه يا أستاذنا يا مهندس، هل سيجد ابني هذه الفرصة للعمل؟ فأكد لنا وأطمأننا أن هذه الوظيفة بحاجة أو في توسع مستمر، زيادة عدد الصناعات والمصانع والأمور الفنية والآلات، فتحتاج إلى أيدي أو مهندسين جدد. فبالمثل ممكن أسأل الطبيب، ممكن أسأل المعلم، ممكن أسأل المحاسب، المحامي، الباحث في علم النفس، ممكن أسأل تخصصات كثيرة. أعرف أحد الأشخاص سافر لألمانيا لدراسة الطب، وعندما ذهب هناك وجد نفسه ليس لديه الاستعداد لدراسة الطب. تحول من دراسة الطب وبعد سماعه لسوق العمل في البحرين ووجود عشرات أو مئات العاطلين، تحول إلى دراسة علم النفس. تخرج في علم النفس والآن هو يشق طريقه ويبحث عن وظيفة، وأتوقع أنه سوف يجد وظيفة تناسبه. ليس شرطا أن يعمل في علم النفس مباشرة، قد يعمل في شركة في التسويق، قد يعمل في العلاقات العامة، قد يعمل في خدمة الزبائن. علم النفس قد يخدمك في عدة أمور وليس في شيء واحد فقط. فما أقصده هنا في هذا المثال، عليك أن تبحث عن ما يناسب ميولك وقدراتك وسوق العمل، ولا تتوقع أن تعمل في نفس التخصص بنفس الوظيفة التي تخرجت منها مباشرة. أعرف شخصا تخرج مدرسا للرياضة، يعمل الآن في مجال تخليص المعاملات، أكمل 6 سنوات تقريبا. أسأله هل لو عرض عليك العمل في وظيفة مدرس هل تقبل؟ قال لا، الآن راتبي يفوق راتب المعلم ولدي فرصة أن أفتح شركتي الخاصة. فما أريد أن أقوله لكم، ادرس ما تحب وما تستطيع أن تنجزه وتنهيه البكالوريوس بين قوسين وتتفوق فيه، والوظيفة اتركها على الله. وابحث في فرص العمل من خلال سؤال ذوي التخصص، ذوي الذين يعملون في هذا المجال. قم بتجربة مهنة المستقبل من خلال قضاء جسم العطلة الصيفية تكلمنا عنه، شارك في الأعمال التطوعية المتعلقة بالتخصص. قم بتجربة مهنة المستقبل إذا كانت إمكانك المادية تسمح، فلا مانع من أخذ دورات تدريبية في مجال التخصص. ممكن حتى تدرس في نفس المجال، تدرس في علم النفس، تدرس في الطب، تدرس في المحاسبة، تدرس في الهندسة.
أريد أن أصبح مثل فلان من الناس. يمكنك أن تختار لك مثل وقدوة، ولكن يجب عليك أن تقرأ سيرته الذاتية لتتعرف على اختيار الذي اختاره والخبرات العملية التي اكتسبها حتى يصل إلى هذه المكانة، وربما عجبك ذلك وساعدك على أن تحدو حدوة. القدوة والمثل شيء جيد، وليس التقليد الأعمى. نرجع إلى ميولك وقدراتك وسوق العمل. أطلب الهداية والعون من الله، دائما ادعو الله سبحانه وتعالى واستخير الله. في كثير من الأمور نحتاج أن نستخير الله، في البيع، في الشراء، في الزواج، في اختيار التخصص، في كثير من الأمور المصيرية. أحيانا لما نصل لمرحلة التردد نستخير الله، ولكن ليس في كل الأمور، يعني في كل الأوقات. إذا لم أحسم الموضوع بالتفكير وبالقناعة هناك أستخير. أنا بالنسبة لي نادرا ما أستخير، غيري يستخير على طول. أنا وجهة نظري الخيرة في الحيرة، الخيرة في الحيرة. إذا وصلت إلى قناعة لشيء لا داعي لأن أستخير. أن تكون حسن الصلة بالله. الإنسان لعلاقة الله سبحانه وتعالى جيدة في صلاته، في علاقاته بوالديه، بالآخرين، بالأسرة، بالتزامه، يوفقه الله إلى كل خير. وعاهد ربك أن تكون داعيا له بأخلاقك وسلوكك، وتخدم مجتمعك وأمتك. كيف أختار الجامعة المناسبة؟ الجامعة المناسبة، هناك جامعات حكومية وأخرى خاصة. الجامعات الحكومية دائما تكون أكبر وتاريخها أطول وتخصصاتها أكثر ورسومها الدراسية أفضل، فيفضل الجامعات بالنسبة وجهة نظري الجامعة الحكومية بالنسبة للبحرين. وحتى خارج البحرين أعرف أن دول المغرب العربي، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، الدراسة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالمجان. يوجد ميثاق ما بين الدول العربية أنهم يعترفون اعتراف متبادل بالجامعات الحكومية. البحرين تعترف بالجامعات الحكومية المصرية والجزائرية واللبنانية وغيرها من الدول العربية، والدول الأخرى تعترف بالجامعات الحكومية البحرينية وغيرها. فهذه الجامعات معترف فيها. الجامعات الخاصة فيها مشكلة، كثير منها رسومها قد لا تتناسب مع الجميع. إذا كان والدي من ذوي الدخل المحدود، وأحيانا قد لا تجد تخصص الذي يناسبك. قد يكون هناك تخصصات تستطيعون البحث، لدينا تقريبا 12 جامعة خاصة في البحرين، وأعرف بعضها جديد، الويست فيرجينيا جامعة أمريكية جديدة صار لها سنوات بسيطة. ويست فيرجينيا اللي هو غرب فيرجينيا أمريكية في البحرين، فتستطيعون البحث عن الجامعات الخاصة. قد لا أملك الإجابة أو المعلومات الكافية، ولكن هذا دوركم، ابحثوا في الجامعات الخاصة في البحرين، قد تجدون تخصصا يناسبكم وتميلون له لا تجدونه في جامعة البحرين. نشرت مؤسسة تايمز هاير البريطانية التصنيف الدولي للجامعات لعام 2019، وهيمنت الجامعات الأمريكية والبريطانية على المراكز العشر الأولى. أفضل 10 جامعات في العالم كانت أمريكية وبريطانية في التصنيف، حيث حلت جامعة إكسفورد بريطانيا في المركز الأول، تليها كامبريدج بريطانية، يعني إكسفورد وكامبريدج بريطانيتين في المركز الأول والثاني، ثم تلتها 6 جامعات أمريكية، ستانفورد، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، هارفارد، برينستون، بيل، 6 جامعات أمريكية، ثم الكلية الإمبراطورية في لندن وشيكاغو. وغابت الجامعات العربية عن المراكز 200 الأولى، حيث جاءت جامعة الملك عبد العزيز بجدة الأولى عربيا في المركز 223 عالميا. الحين بنشوف الجامعات العربية
عندنا رقم واحد جامعة الملك عبد العزيز 223 عالمياً حسب هذا التصنيف في عدد تصنيفات وهذا من أهمها. اثنين جامعة الملك فيصل، ثلاثة الجامعة الأمريكية في بيروت، أربعة جامعة قطر، خمسة جامعة الملك سعود، ستة جامعة سعود بن عبد العزيز، سبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة. تصنيفين الأرقام من 1 إلى 10 عربيا، والتصنيف العالمي مكتوبة باللون الأحمر. الجامعة الأمريكية بالقاهرة 604 عالميا، 7 7 عربيا. جامعة بنها 617 عالميا، 8 عربيا. جامعة بني سويف 9 عربيا، 618 عالميا. جامعة كفر الشيخ 10 عربيا، 685 عالميا. أتيت بهذا التصنيف لأعطيكم فكرة بسيطة فقط. هناك تصنيف للجامعات عالميا، وفي كل دولة يوجد تصنيف، وبين الدول العربية يوجد تصنيف. في بريطانيا يوجد تصنيف للجامعات البريطانية من أفضل حتى آخر جامعة، ويوجد تصنيف في الدول العربية، ويوجد تصنيف في كل دولة. عندما أختار أبحث عن تصنيف هذه الجامعة، أبحث عن هل هي حكومية أم خاصة، أبحث ما هي رسومها، ما هي شروط القبول فيها. شروط القبول، كثير من الجامعات تشترط التوفل أو الآيلتس درجات أو اختبار معين في الإنجليزي. أي اختيار، إذا كنت تريد أن تدرس خارج البحرين في الدول الغربية أو الأوروبية، تعرف على الشروط. تستطيع الذهاب إلى بريتش كونسل في الزنج، يعطيكم المعلومات كاملة، أو من خلال مواقع الجامعات ستجد مطلوب توفل، مطلوب كذا، مطلوب اختبار قدرات. يوجد اختبار قدرات في أمريكا زائدا التوفل. عليك أن تدرس من الآن. إن كنت تفكر بالدراسة خارج البحرين في دولة أمريكية أو عربية، من الآن تبدأ دراستك حتى توفر الوقت. كثير من الطلبة يسافر يدرس سنة كاملة لغة إنجليزية، فدراسته بدل أن تنتهي في 4 سنوات تنتهي في 5 سنوات.